دي فقره فروت، هتطلع اللعيب اللي جواك وتتعامل على كانك فروت. جاهز؟ جاهز بقى. يلا بينا. عندنا اسئله في الرياضه واسئله عامه، ونشوف ايه بقى ايه شطارتك ايه. ان شاء الله. شايف مين افضل لاعب في مصر في 2022؟ في الاهلي كثيرين الحقيقه، يعني مش هجامل عشان فرقتي، لكن انا بشوف انا بيعجبني حسين الشحات جدا، رغم ان مستواه احيانا بيروح وبيجي وظروف الاصابات والحاجات اللي زي كده. كريم فؤاد بدا كويس، انا بعشق قفشه طبعا، و يعني اللي ممكن يكون معلول لسه اقول اغششك ولا ايه؟ علي معلول.